السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في تحية كاس مصر، الأهلي بيواجه الترسانة، فرقتين لهم مكانتهم بالتأكيد، سواء كان على مستوى الدوري أو على مستوى المحلي، أو آسف على مستوى الكاس. يمكن الترسانة غايبة بقالها فترة مش قليلة، غايبة عن الأضواء والشهرة، غايبة عن الدوري الممتاز، غايبة حتى عن منصات التتويج. الترسانة اللي صالت وجالت في الستينات قدام الأهلي والزمالك وكان ليها يعني مكانة كبيرة جدا جدا، وقدرت من مجموعة من الفرق ما تزيدش عن 7 انها تاخد بطولة الدوري، وكان عندها نجوم كبيرة جدا زي مصطفى رياض والشاذلي، وكان كمان منهم امير القلوب كمان ابو تريكة اللي تعاقد مع النادي الاهلي في موسم 2004-2005. فالترسانة تاريخ طويل جدا جدا جدا. الترسانة كانت صاحبة الشعبية الثالثة على طول داخل القاهرة بعد الاهلي والزمالك، كانت تيجي الترسانة على طول، كان ليها محبينها وليها مساندينها وليها مشجعينها. الترسانة نادي كبير جدا، وزي ما انا قلت امبارح في حلقة امبارح في ملعب الاهلي، هم ناس محترمة جدا لاقصى مكانة ممكنة، وعندهم كمان يعني تعامل راقي جدا، ولهم مكانة في قلبي الحقيقة يعني ترسانة. لكن على العموم هي منافسة شريفة النهاردة في افتتاحية مواجهات الاهلي لكأس مصر. الاهلي بيواجه الترسانة في ظروف اكيد مش سهلة وصعبة، غيابات بالجملة، اصابات، كمان عدم وجود لعيبة دولية موجودين مع المنتخب الاول المصري، وكمان لعيبة المنتخب الاولمبي او لسه لعيبه المنتخب الاولمبي هيبقى موجود. احمد ياسر ريان النهارده ممكن يبقى بادئ النهارده من البدايه، واحمد حمدي بادئ من البدايه، ومحمد شريف، يعني ممكن الثلاثه دول يكونوا موجودين في الخط الامامي للنادي الاهلي، احمد ياسر ريان ومحمد شريف واحمد حمدي من البدايه. اعتقد ان هو ممكن كابتن يدفع بهم من البدايه. على العموم بعد شويه يكون معانا التشكيل كامل باذن الله تعالى. لكن مباريات الكؤوس مباريات مش ظريفه في بعض مفاجاتها، ولنا في المنصوره والداخليه عبره. يعني المنصوره اللي في القسم الثاني قدر ان هو تفوق على الداخليه اللي لها هي كمان يعني مكانه شويه في الدوري الممتاز في فتره من الفترات مش قليله، لحد سنتين ثلاثه فاتوا ممكن لحد الاسبوع العاشر ولا ال11 كانت بتنافس على المقدمه، معهم مدير فني قوي جدا زي كابتن علاء عبد العال، لكن هي دي مفاجات الكاس. عشان كده فريق ملعب الاهلي النهارده في النص الثاني باذن الله هيكون مكون من كابتن ابراهيم عبد الصمد، كابتن محمد حشيش، وكابتن احمد بلال. هنستعرض كل الامور الفنيه بالتفصيل ان شاء الرحمن، ويا رب ان شاء الله يكون يعني الفوز حليف النادي الاهلي. عايز اقول برضو ان المباريات اللي زي كده بتبقى بدايات لنجوم كبيره، انت مش هتلعب غير في اجواء زي ديت، في مناخ زي ده، غيابات منتخب اول يعني عنده معسكر، عنده مباريات، في قرار من اتحاد الكوره وافقوا عليه الانديه ان يبقى اللعب المباراه الاولى اللي هي دور ال 32 من في غياب الدوليين، فانت مش هتجيلك الفرصه غير بالشكل ده. فلما تجيلك الفرصه وهي ما بتجيش كتير عاده في الانديه الكبيره، يعني في الاهلي مش هتجيلك كل يوم فرصه، ولا هتجيلك كل اسبوع فرصه، ولا هتجيلك كل شهر فرصه حتى، يعني ممكن تطول العمليه شويه يعني. ولازم يبقى عندك برضو تفكير ايجابي دايما، مرحله التطوير عندك تكون سريعه، ما تبقاش واقفه عند حته معينه، التطوير يبقى مهم جدا، شويه خدت تعاطف من الناس، شويه الناس هتقيمك، شويه انت بقى يعني لازم تتميز يعني. دايما الناشئ بالذات في الانديه الكبيره والانديه الشعبيه والانديه الجماهيريه اول ما بينزل الناس بتتعاطف معاه جدا جدا، طالع من النادي، ناشئ من النادي، الناس يعني بتشوف فيه حاجه كويسه جدا وبتستنى منه حاجه ممتازه، فبياخد تعاطف كبير. لو هو ما استغلش النقطه ديت بيعتقد الامر بالنسبه له هيبقى صعب شويه. يجي حاجه ثانيه، حته القبول الرباني، ممكن تلاقي واحد دخل قلوب الناس كده مره واحده بشكل مختصر وبسيط، فبالتالي بيقطع مسافه طويله جدا ممكن تبقى في انتظاره، دخل قلوب الناس من خلال باص، من خلال جول، من خلال حدث في المباراه، موقف في المباراه، يعني رد فعل في المباراه، يعني تاثير في المباراه، فده مهم جدا. كلنا بنلعب كده وكل الناس اللي شاركت بتلعب بالشكل ده. قبل ما نقول بعض الاخبار وبعض الارقام الخاصه باللقاء، خليني اروح على طول لكريم احمد يقول لنا الاجواء وينقل لنا الاحداث عامله ازاي. كريم، بداية كل جمهور النادي الاهلي في كل مكان، ان شاء الله النهارده جوله جديده وبطوله جديده للنادي الاهلي، بطوله كاس مصر، الاهلي والترسانه في دور ال 32 على استاد السلامه في الساعه 5 عصرا. ظروف يمكن محيطه بفريق النادي الاهلي، اصابات عديده وغيابات كثيره جدا. النهارده النادي الاهلي بيفقد 15 لاعب من اللاعبين الاساسيين المشاركين خلال المباريات الماضيه، منهم للاصابات ومنهم ايضا كمان لتواجد عدد كبير مع لاعبي النادي الاهلي في منتخبنا الوطني. لكن لو بتكلم على الاصابات النهارده بالنسبه للنادي الاهلي استبعاد
سعد سمير وحسام عاشور وصلاح محسن واحمد فتحي ووليد سليمان وباسم علي ومحمد دجيب علي معلول وجونيور اجاييل. منتخبنا الوطني ايضا بعد ان تم اختيار كل من الشناوي ومحمد دهاني وايمن اشرف ومروان محسن وايضا كمان وليد ازارو للمنتخب المغرب وسليف كولوبالي لمنتخب مالي. 15 لاعب عدد كبير جدا ان هم يغيبوا عن فريق النادي الاهلي في اي مباراه حتى كمان في مباريات الكاس، لكن طبعا اكيد يمكن بنلتمس العذر الكبير للجهاز الفني بقياده مستر باتريس كارتيرون، يمكن هو مجبر على هذا الامر. يمكن غيابات كثيره جدا يا كابتن سيد، فاكيد طبعا ان شاء الله بنتمنى لكل الثقه ان شاء الله باذن الله في كل لاعبتنا اللي متواجدين استعانه يمكن بعدد كبير من لاعبي الشباب. النهارده هنشوف لعيبه ما بتشاركش بشكل كبير جدا خلال المباريات الماضيه، بنتمنى النهارده ان شاء الله يكونوا موفقين. بطوله الكاس هي البطوله الرابعه اللي مشارك فيها النادي الاهلي بعد طبعا بطوله الدوري العام والبطوله العربيه وايضا كمان البطوله الافريقيه ختاما ببطوله كاس مصر. ارجع معاك يا كابتن سيد لاختيار 20 لاعب في قائمه فريق النادي الاهلي بعد ان اختتم فريق النادي الاهلي تدريبه الاخير على استاد مختار التتش امس. 20 لاعب على راسهم شريف اكرامي وعلي لطفي ومحمود الجزار واحمد علاء، هشام محمد، اكرم توفيق، محمد عبد المنعم، صبري رحيل، عمرو السوليه، اسلام محارب ومحمد شريف، مؤمن زكريا، كريم ندبد، احمد حمودي واحمد حمدي، ناصر ماهر، احمد الشيخ، ميدو جابر وعمار حمدي واحمد ياسر ريان. ابرز طبعا الظهور اللي متواجد في قائمه فريق النادي الاهلي يمكن لو بخص عمرو السوليه اكيد بيعود بعد فتره غياب كثيره جدا فقدناه خلال المباريات الماضيه في البطوله الافريقيه في البطوله العربيه وايضا كمان في بطوله الدوري العام. بنتمنى ان شاء الله عمرو السوليه في حين ان هو يكون متواجد في التشكيله الاساسيه يكون موفق، واكيد يعني بلغه الكوره بنقول ان هو يحافظ على نفسه شويه لان احنا محتاجين كل لعيبه النادي الاهلي خلال المباراه القادمه وهي المباراه الاهم، مباراه الاهلي وفاق ستيف في الدور قبل النهائي من بطوله دوري ابطال افريقيا. بينضم كمان ميدو جابر لقائمه فريق النادي الاهلي. يمكن ميدو كان جاهز خلال التدريب المباراه الماضيه المباراه الاخيره لفريق النادي الاهلي، لكن زي ما بنقول ميدو جابر عندنا ثقه كبيره جدا في كل اللعيبه ان شاء الله ان هي تعود من الاصابات خلال الفتره القادمه مع النادي الاهلي. العدد الكبير اللي بيضرب بفريق النادي الاهلي من الاصابات مخلينا ان احنا بنحاول يبقى في تحذير من مستر باتريس كابتن محمد يوسف، ما يبقاش في احتكاكات قويه في التدريبات الماتشات. كمان بنشوف التحام كبير جدا لكل لعيبه النادي الاهلي، كل طبعا المباريات اللي بياخدها النادي الاهلي وكل الفرق اللي بياخدها النادي الاهلي، كل الفرق طبعا بتكون مباراه بطوله لفريق المنافس لفريق النادي الاهلي. والنهارده كمان هنشوف مجهود كبير جدا من نادي الترسانه، يمكن طبعا كابتن احمد كشري هو المدير الفني لفريق نادي الترسانه واحد من ابناء النادي الاهلي، فاكيد زي ما احنا عارفين طبعا بنحاول ان احنا ننقل الصوره ليكم لحظه بلحظه هنا من فندق الاقامه وحتى ملعب المباراه. بنحاول ان احنا طبعا كل اخبار فريق النادي الاهلي تكون على شاشه الاهلي من خلال ملعب الاهلي. يمكن في هذه اللحظات خلاص هتكون محاضره نهائيه في فندق الاقامه للمستر باتريس كارتيرون والكابتن محمد يوسف القائم باعمال مدير الكره والمدرب العام، ان شاء الله يكون فيها النقاط على الحروف كل طبعا الثغرات وكل الامور الخاصه بفريق نادي الترسانه. التشكيل ان شاء الله باذن الله يكون الاختيار موفق لمستر باتريس والكابتن محمد يوسف في التشكيل الذي سيخوض به النادي الاهلي هذه المباراه. مستمرين معاك كابتن سيد ومع كل مشاهدينا ومتابعينا من خلال ملعب الاهلي لحظه بلحظه ونقل خاص لكل كواليس واخبار فريق النادي الاهلي من فندق الاقامه وحتى ملعب المباراه. عوده ليك يا كابتن سيد عبد الحفيظ. شكرا زميلي كريم احمد. واستعرض المجموعه اللي موجوده في المعسكر حاليا وقالهم بالتفصيل واحنا كمان كنا قلناهم امبارح، لكن يبدو ان الرباعي الامامي هيكون مكون من محمد شريف ومؤمن زكريا واحمد حمدي واحمد ياسر ريان، الرباعي الامامي يعني. لكن ممكن يحصل تغيير، ممكن اختلاف عند كارترون، لكن ممكن هم دول الاربعه المرشحين بقوه ان هم يخوضوا اللقاء من بدايته. احمد ياسر ريان كراس حربه واثنين على الجناب محمد شريف ومؤمن زكريا، وتحت راس الحربه الرقم 10 يعني هيبقى احمد حمدي. هنشوف الدنيا ماشيه ازاي بعد شويه، هيقول التشكيل بشكل كامل يعني. لكن ارجع اقول برضو ان مباراه الكاس مباراه بتبقى رخمه جدا جدا، انا على المستوى الشخصي ما بحبهاش قوي في البدايات يعني، في البدايات بتبقى الدوافع قليله شويه، الدخول في المود ما بيبقاش كامل 100%، الاستعداد ما بيبقاش هايل قوي زي كل الفترات او المباريات او المراحل، التركيز بيبقى ممكن ما يبقاش عالي قوي، غيابات ناس موجوده في المنتخبات، ناس اصابات، ناس ارهاق بتريح ناس، كل ده بيبقى موجود في الادوار الاولى يعني. عشان كده ما بحبش الادوار الاولى قوي، بتمنى انها تعدي بسلام بدون اي مفاجات مش ظريفه يعني. بطوله الكاس هي البطوله الاقدم عبر التاريخ على مستوى مصر يعني، هي طبعا اقدم من الدوري بمراحل كثيره جدا جدا يعني، ممكن تكون قبل الدوري بحوالي 26 27 سنه يعني، فعدد سنين كبير جدا. الدوري كانت سنه 48، فاذا مباراه الكاس مباراه او هي البطوله الاقدم. البطوله الام هي الدوري في اي حته في الدنيا كلها، هي البطوله الاهم الدوري. الكاس
ممكن تلاقي ناس كتير جدا تاخده. واستعرضنا امبارح ان في 12 نادي خدوا بطوله الكاس، لكن على مستوى الدوري مثلا هتلاقي سبع انديه تقريبا اللي خدوا بطوله الدوري. ده وضع طبيعي لان مقاومات الدوري مختلفه عن مقاومات الكاس. الكاس بتبقى ظروف متغيره، احداث ممكن ما تبقاش في صالح الفرق الكبيره فتحصل مفاجآت، لكن الدوري انت بتبقى عايز مقاومات معينه، عايز لعيبه بعدد وافر جدا، بتمر بمراحل صعبه، مراحل متغيره، اصابات، غيابات، ايقافات، فلازم الدكه تكون قريبه جدا من اللي موجوده في الملعب، استقرار اداري، استقرار فني، مسانده اعلاميه او مسانده جماهيريه، حاجات كتير جدا بتمر بيها. فعشان كده مقاومات المباريات او مقاومات البطوله الكبيره مش هتلاقي ياخدها غير الانديه الكبيره. فهتلاقي دايما في الدوري، عشان كده هتلاقي الدوري الاهلي فارق بشكل كبير جدا جدا لان عنده مقاومات البطولات الكبيره، لكن في الكاس ممكن تلاقي الناس قريبه منك، يعني في الكاس تلاقي الناس قريبه منك، لكن في الدوري مستحيل الناس تقرب منك لان مقاومات البطوله او البطل موجوده عند النادي الاهلي بشكل كبير جدا عن باقي الانديه. لكن الكاس هتلاقي الترام خد الكاس، يعني مثلا القناه خد الكاس، ففرق الاولمبي خد الكاس، فانت بتتكلم على فرق مش موجوده في الوقت الحالي حتى في الدوري الممتاز. الترسانه خد الكاس، فاقصد ده مش تقليلا من الفرق، لكن اقصد ان البطولات المجمعه الصغيره قد تحصل فيها مفاجآت، فبالتالي ممكن اي فرقه تاخدها، لكن الدوري عايز مقاومات معينه. عشان كده هتلاقي على مستوى العالمي، يعني الناس بس تسمع اللي انا بقوله وتشوف وتقارنه بالارقام الخارجيه، بلاش الداخليه، يعني الارقام الخارجيه، هتلاقي على مستوى الدولي او المستوى العالمي في كل حته في العالم الناس صاحبه الرصيد الاكبر من بطولات الدوري هتلاقيها الفرق الاقوى على طول على طول. وانت مغمض هتلاقي مثلا في المانيا، في اسبانيا، في انجلترا، في فرنسا، في كل الدول اللي عندها دوري محترم، هتلاقي الفرق اللي بتاخد الدوري عدد كبير هي الفرق الاقوى بلا جدال، مفيش نقاش ابدا، لان مقاومات البطوله بتستدعي عناصر معينه، حاجات معينه، يعني حاجات كتير جدا، لكن الكاس ظروف معينه، حالات معينه، غيابات، ايقافات، احداث مباراه ما تبقاش في صالحك، اخطاء تحكيميه في مباراه، لان هي مباراه يعني، تمام؟ عشان كده بقول لحضراتكم انا من المباريات اللي ما ببقاش مرتاح لها قوي وببقى عندي قلق منها هي المباراه الاولى في الكاس، يعني يمكن الدوري ما بقلقش بشكل كبير ولا افريقيا بقلق بشكل كبير، لكن مباراه الكاس تحديدا بتبقى على المستوى العالمي، حتى مش على المستوى المصري يعني، ممكن يحصل فيها مفاجات، اتمنى انها ما تبقاش في نصيب النادي الاهلي لا النهارده ولا بعد كده ان شاء الله. اذكركم بقى بالنتائج، وقبل ما اذكركم النهارده اخر هقعد معاكم خمس ست سبع دقايق كده، هنتكلم على حاجه جميله في القيد والاعارات والحاجات ده، عشان ما يبقاش الناس عماله تلف وتدور وانا مش عارف والله ايه الحكايه، يعني من فتره كده الناس عماله تدخل فيا مش عارف ليه كده يا عم، كله ضرب كده مفيش شتيمه. في اخر الحلقه بعد نهايه الماتش ان شاء الله الرحمن هيبقى عندي ست سبع دقائق مع حضراتكم كده، هنتكلم فيها على حته القانون واللوائح، تمام؟ القانون واللوائح اللي بتقول في حاجات يعني ملزمه وحاجات مش ملزمه، عشان الناس بس ما تقعدش تهري وخلاص وهي مش فاهمه حاجه اساسا في الاول ولا الاخر يعني. فخلينا نتكلم باللوائح والقوانين بس في اخر سبع ثمان دقائق من الحلقه في اليوم كله، يعني بعد نهايه الماتش ان شاء الله الرحمن. استعرض مع حضراتكم بعض النتائج اللي اتلعبت لحد دلوقتي، وفي مباراه النهارده هتكمل في كاس مصر، وبكره ان شاء الله الرحمن في نتائج كمان. الداخليه بيخسر من المنصوره 2-0 بالضربات الجزاء بحارس اخطبوط للمنصوره، قدر ان هو يتصدى لاربع ركلات جزاء ويصعد. عاطف نصحي اسمه كان معانا امبارح في مداخله تليفونيه، يعني قدر ان هو يصعد بالمنصوره، وكابتن ياسر الكناني كان معانا كمان في مداخله تليفونيه. يعني الانتاج الحربي بيتفوق على الشرطه او اتحاد الشرطه 2-0، الاسماعيلي مع ناصر الفكريه 4-0، والمقاولين العرب بيتفوق على غزل المحله 2-0. الاسماعيلي في طريق المقاولين العرب. الانتاج الحربي هيبقى في طريق الزمالك، الزمالك لو كسب بكره مباراته ان شاء الرحمن هيقابل الانتاج الحربي. بتروجيت بيفوز على مركز شباب تلا 6-0، وام بي بيفوز على شبان المسلمين انا 3-0. بيراميدز بيتفوق على طنطا 3-2. بيراميدز هيواجه النهارده ان شاء الرحمن الاهلي لو كسب الترسانه، فيواجه الفايز من الاهلي والترسانه النهارده. وادي دجله في موعد في نفس لقاء الاهلي الساعه 5 ان شاء الرحمن مع الجونه، ومصر المقاصه هتقابل ابو قير للاسمده الساعه 8 على استاد المقاولين العرب.
بكره ان شاء الرحمن الخميس 11 اكتوبر هيبقى النجوم مع حرس الحدود وسموحه مع الالومنيوم وطلاع الجيش مع القناه والاتحاد السكندري مع بورتو السويس والزمالك مع مركز شباب منيه سمنود، وتاجلت مباراه المصري مع الجزيره مطروح لاسباب امنيه. اوكي. تشكيله الاهلي المتوقعه، يعني انا قلت لكم الخط الامامي هيبقى مكون من مؤمن زكريا واحمد حمدي ومحمد شريف واحمد ياسر ريان، ممكن يبقى في اسلام محارب ياخد، لكن الاقرب الرباعي اللي انا ذكرته لحضراتكم ده، يعني مؤمن زكريا هيلعب ناحيه الشمال او اليمين مع محمد شريف، ومحمد شريف العكس، وفي تحت راس الحرب هيبقى احمد حمدي وقدام احمد ياسر ريان. تشكيلة الترسانة المتوقعة يمكن اتكلمنا فيها امبارح، محمود حربي ومحمد رجب ريعو وعمر او عماد حلمي، احمد عبد المنعم ومحمود شاكر، محمد فوزي، هشام رجب، محمد مصطفى ورضا سيد وعبد الرؤوف زكي والسيد حمدي ممكن يبقى له دور هو كمان من البداية. قلنا العشرين اللي لعب بيهم او اللي اختارهم كارترون لمواجهه الترسانه قالهم كريم واحنا قلناهم كمان امبارح، فخلينا نقول الترسانه موقفه في الدوري هو الرابع، يعني مبارياته في الدوري مشيت كالاتي، يعني منتخب السويس مع الترسانه تعادلوا 0-0، الترسانه كسب المريخ 1-0، نادي مصر او اف سي مصر تعادل مع الترسانه 0-0، والترسانه كسب كوكا كولا 2-1، والترسانه كسب ابي ثقل 6-0، والشمس كسب الترسانه، دي الهزيمه الوحيده اللي تعرض لها الترسانه 2-1، وكان كمان الترسانة تفوق على الشمس في الكاس 2-1. يبقى الترسانة ما خسرش في الدوري غير من الشمس، ماشي بشكل مقبول شوية، معقول جدا، مش بطال يعني، فحاجة يعني برضو يتعمل حسابها يعني. زيد من كده ان هم معاهم مدير فني بيلعب كره هجوميه اللي هو كابتن احمد كشري، وكان عامل شغل كويس قوي مع النصر للتعدين لو تتذكروا في الدوري السنه اللي قبل اللي فاتت، فعنده خبرات كويسه وبيعرف يتعامل مع اللعيبه بشكل كويس وبيديهم ثقه وبيلعبوا دايما كره هجوميه، لكن يبقى طبعا خبرات الاهلي ومواقف الاهلي وشخصيه الاهلي حتى لو كانت لعيبه صغيره، وهاكد على نفس المعنى، انت ما بتلعبش غير في الظروف اللي زي كده، مش هتاخد فرصه غير في الظروف اللي زي كده. افكركم برضو ببعض النتائج قبل ما استقبل ضيوفي. نتائج الاهلي والترسانه في بطوله كاس مصر، الاهلي سحب الرصيد او الرقم القياسي في عدد الفوز ببطوله كاس مصر 36 مره زي ما قلت لحضراتكم. لعب قدام الترسانه 6 مرات أو 6 مرات، أسف، لعبوا قدام الترسانة 19 مرة، الأهلي كسب 16 مرة والترسانة كسب مرتين، وفي مباراة انتهت بالتعادل بس الأهلي حسمها بضربات الجزاء. الأهلي جاب في الترسانة في مباراة الكاس 44 هدف. أوكي، نستعرضها تاني زي ما اتكلمنا امبارح. هداف الأهلي في الترسانة أحمد مكاوي برصيد كابتن أحمد مكاوي 5 أهداف، وكابتن مختار التتش 4 أهداف، وهداف الترسانه في الاهلي في الكاس بدوي كابتن بدوي عبد الفتاح 2 هدف. اوكي. طيب سريعا برضو الحاجات دي بتبقى مهمه للناس، الاهلي كسب الكاس 36 مره 24 و25 و27 و28 و30 و31 و37 و40 سنين يعني، و42 و43 و45 و46 و47 و49 و50 و51 و53 و56 و58 و51 و60 و66 و78 و71 و83 و84 و85 و89 و91 و92 و93 و94 و95 و96 و97 و98 و2001 و2003 و2006 و2007 و2017. عندي شوية أخبار سريعة كده وبعد كده بستقبل ضيوفنا كابتن إبراهيم عبد الصمد وكابتن محمد حشيش وكابتن أحمد بلال. كاترون يعني كان مريح النهارده أحمد فتحي ووليد سليمان من التدريبات أصلا كلها، يعني إداهم أجازة النهارده، وده وضعه طبيعي جدا لحالة أحمد فتحي إن هو خد كدمة كانت قوية جدا، الكدمة دي بتبقى سائلة قوي قوي، الكدمة اللي بتبقى في الفخذ أو فوق الركبة على طول بتوقف الرجل بشكل رهيب جدا، وأحمد فتحي من النوعية طالما طلع من الملعب اثناء المباراه تعرف ان الامر مش سهل خالص، يعني دي نوعيه احمد فتحي. وليد سليمان قايم بدور الفتره اللي فاتت، هو على طول مش الفتره اللي فاتت الحقيقه، يعني بيدي كل مجهوده، يعني من الناس اللي هي ما بتوزعش مجهوده اثناء المباراه ولا اثناء الموسم، دي مش شخصيه وليد، هو بيدي كل حاجه عنده مره واحده في كل الاوقات، فمش عايز اقول بيجي على نفسه لكن هي دي شخصيته. فعامل شغل رائع جدا من بدايه الموسم لحد دلوقتي، هو يعني صاحب الارقام العاليه قوي او افضل ارقام موجوده في لعيبه الاهلي
من اول الموسم ما بدا لحد دلوقتي طبعا بالتاكيد هو وليد سليمان. حسام عاشور استعرضنا اهميته امبارح من خلال الارقام ومن خلال تواجده. تخيلوا ان حسام عاشور في مباراه الدوري الاهلي لعب 6 مباريات، لعب 3 بس منهم حسام عاشور، كسب الثلاثه، الاهلي كسب الثلاثه، كسب المصري في وجود حسام عاشور، كسب وادي دجله في وجود حسام عاشور، كسب حرس الحدود في وجود حسام عاشور، والثلاث مباريات اللي ما كانش فيهم حسام عاشور الاهلي ما حققش فيهم الفوز خالص، يعني تعادل مع الاسماعيلي 1-1 وتعادل مع الانتاج الحربي 0-0 وخسر من الاتحاد السكندري 4-3. فدي تبين لك مدى اهميه ومكانه حسام عاشور. هو بيخضع لبرنامج تاهيلي ان شاء الله الرحمن يلحق مباراه وفاء الصيف. خبر كويس برضو سعد سمير بدا يلعب او تدريبات الكره مع سعد سمير في الجيم الاول وبعد كده مع كابتن طارق عبد العزيز، وواحد من الناس اللي هي لازم تاخد حقها برضو طارق عبد العزيز ده، يعني خبره هايله جدا، رائع جدا في عمليه التاهيل، ممتاز جدا طارق عبد العزيز ده، ناس من اللي انت تبقى سعيد جدا في الشغل معاها ويشرفك كمان ان انت تشتغل معاها مع الشخصيه ديت. يعني دايما انا بقول في ناس يعني نجوم وابطال الضوء والشهره او المكانه الاعلاميه ولا حاجه ما بياخدش حقهم بشكل رائع جدا، لكن الراجل ده يكفي ان هو بقاله حوالي بتاع 20 سنه او 21 سنه مع النادي الاهلي كابتن طارق عبد العزيز. الاهلي بيحدد يوم 21 اكتوبر موعد للسفر قبل المباراه بتاعت وفاق الصيف بيومين اتنين بس، هيسبق البعثه كابتن سمير عدلي، وده كمان من الناس اللي هي تاخد حقها حقيقه، يعني برضه كابتن سمير عدلي هيسبق الفرقه بيومين، بيحضر الحاجات وبيظبط الدنيا بشكل كويس. الاهلي يتدرب على النجيل الصناعي في الجزائر، ماشي المباراه طبعا على النجيل الصناعي، وان كان في خبر ان المباراه ممكن مباراه الاهلي ووفاق الصيف ممكن تتنقل، يعني في حاجات هناك خاصه ب حاجات معينه من وفاق الصيف اداره النادي مع الجهات هناك في الجزائر، يبدو انهم عليهم بعض الحاجات الماليه، اما يعني واخدين الاستاد عليه التزامات ماليه المفروض يدفعوها للجهات هناك، ما دفعوهاش لحد دلوقتي، الجهات هناك اختارتهم ان هم قدامهم 15 يوم والا هيقطعوا عنهم الكهرباء الخاصه بالملعب اللي هيقام عليه مباراه الاهلي ووفاق الصيف. فممكن مباراه الاهلي ووفاق الصيف تتنقل من مكان الملعب اللي بيتلعب عليه اللي هو النجيل الصناعي لمكان اخر يعني، لكن انت عارف الاتحاد الدولي او الاتحاد الافريقي بيبقى محدد 10 ايام بس، هم لسه لحد دلوقتي احنا بنتكلم فيهم 10، لسه قدامهم 13 يوم. اوكي، دي كانت اخبار سريعه كده خاصه باللقاء، وهنشوف بعد شويه التشكيله هتبقى مين. قلت لكم خط الرباعي الاقرب لبدايه اللقاء احمد حمدي ومؤمن زكريا ومحمد شريف واحمد ياسر ريان. هطلع فاصل واستقبل نجومي كابتن ابراهيم عبد الصمد وكابتن محمد حشيش وكابتن احمد بلال، واحنا بنستقبل ضيوفنا او بننتظر دخول ضيوفنا هناخد مشوار الاهلي او مباريات الاهلي المهمه جدا في الكاس من خلال التقرير الجاي ده. مشوار الأهلي في بطولة كأس مصر حافل بالإثارة والتشويق، فهو كالعادة صاحب الرقم القياسي في البطولة، فقد حقق اللقب 36 مرة والتي خلالها مباريات تحفر في ذاكرة الجماهير والتي لا تنسى. في نهائي عام 1978 كانت هناك مباراة لم ولن تنساها الجماهير الحمراء، وهي أمام الغريم التقليدي الزمالك الذي كان قد تقدم بهدفين في الشوط الأول ليدفع المجري هديكوتي بالثنائي محمود الخطيب وطاهر الشيخ لتتحول دفة المباراة وليحرز الأهلي 4 أهداف، انتهت بهم المباراة 4 أهداف لهدفين ليتوج الأحمر بلقب غال وتقديم أداء ما زال راسخا في أذهان المتابعين بالرغم من مرور 40 عاما على هذه المباراة. وفي نهائي الكأس عام 1984 كانت قمة الإثارة في لقاء المصري والأهلي عندما تقدم أبناء المصري بهدف نظيف في منتصف الشوط الثاني، اقترب الحكم من إطلاق صافرته واستعد مسؤول المصري لاستلام الكأس، لكن كان لعلاء ميهوب رأي آخر عند استلامه كرة بينية من خالد
رضي الله دخل منطقة الجزاء راوغ عادل عبد المنعم حارس المصري حينذاك وأحرز هدف التعادل في الدقيقة الأخيرة ليلجأ الفريقان للوقت الإضافي وليكرر ميهوب فعلته وليهز شباك المصري بالهدف الثاني، ثم أضاف خالد قضى الله الهدف الثالث ليتوج الأهلي ببطولة غالية في اللحظات الأخيرة. لعب في النادي الأهلي 13 بطل 13 فدائي يستاهلوا كل خير. نهائي موسم 2007 كان حافلا ومثيرا أيضا عندما التقى الأهلي بغريمه التقليدي الزمالك في واحدة من أكثر نهائيات كأس مصر إثارة. انتهى شوطها الأول بالتعادل السلبي، إلا أن بداية الشوط الثاني شهدت هدفا مباغتا للزمالك عن طريق عمرو زكي، إلا أن الأهلي لم يهدأ حتى أدرك عماد متعب التعادل للأهلي. محمود عبد الرازق شيكابالا البديل نجح في تسجيل الهدف الثاني للزمالك. ليمر الوقت إلى أن جاءت الدقيقة 88 نجح محمد أبو تريكة في إدراك التعادل للأحمر. بدأ الوقت الإضافي بسيطرة حمراء، لكن الزمالك استمر في مفاجآته، وذلك من كرة مررها شيكابالا من اليسار لجمال حمزة داخل الصندوق ليسدد كرة تسكن أقصى يسار أمير عبد الحميد ليعلن إحرازه الهدف الثالث للزمالك. إلا أن الأهلي لم يهدأ، نجح أسامة حسني في إدراك التعادل ثم سجل هدف الفوز في لقاء لا تنساه جماهير الكرة المصرية. جني الثمار اللحظات التي لا تنسى في سجل اللاعبين وفي سجل النادي الأهلي المدجج. في موسم 2015 كانت هناك مباراة لم ولن تنساها جماهير الكرة المصرية بين الأهلي والجونة الذي لعب المباراة بمجموعة من الناشئين اعتراضا على أحد قرارات اتحاد الكرة، لتنتهي المباراة بنتيجة هي الأكبر في تاريخ البطولة ب13 دون رد. في من اللقاء، لكن عاد عمرو جمال ليحرز التعادل قبل النهاية بدقائق ليضيف أحمد فتحي في الوقت الضائع هدف الفوز والتتويج بالكأس 36 في تاريخ القلعة الحمراء.
الاهلي والترسانه عنوان لزمن جميل جدا جدا جدا، عشان كده لازم يكون معانا كوكبه من نجوم الفريق ملعب الاهلي النهارده. بيشرفنا كابتن ابراهيم عبد الصمد. مساء الفل. مساء الفل يا كابتن. الحمد لله تمام. كله تمام؟ والله الحمد لله. الحمد لله. طبعا معانا كابتن محمد حشيش. مساء الفل. بصي ازيك؟ ازيك يا ابو كابتن؟ الله يخليك. الحمد لله. كله تمام؟ كله تمام الحمد لله. واحد كان نفسه يبقى موجود النهارده في الملعب، كانت تلاقي الدنيا مختلفه خالص يعني. احمد الجوان. مساء الفل يا ابو محمد. مساء الفل يا كابتن سيد. كله كويس؟ خليك يا رب. الحمد كله لله. تمام؟ كله تمام الحمد لله. الاهلي والترسانه كابتن، يعني اكيد انت عاصرت الفتره دي كده شويه. الاهلي والترسانه كانت عنوان لزمن حلو قوي، كره حلوه قوي، وناس كانت بتستمتع، وكان ليها مشجعينها ومروضينها الترسانه. لا، الترسانه كان بيضم مجموعه من اللعيبه الاساسيين في منتخب مصر. الله يرحمه الكابتن شاذلي والكابتن مصطفى رياض ربنا يديله الصحه دايما، محمود حسن، يعني مجموعه متميزه جدا جدا جدا، وكانوا دايما ند للنادي الاهلي، وماتشاتهم كانت كلها اثاره، وما تعرفش مين اللي هيكسب. يعني خساره ان الترسانه بامجادها العظيمه دي وبلعبتها العظام دول وجماهيرها، يعني هي عملت جماهير كتيره جدا في الفتره اللي كانت متوهجه فيها بالنجوم، محمود حسن، سيد محمود صحيح. حسن، ابراهيم الخليلي الله يرحمه، ابو العز، كابتن ابو العز صحيح. صح. الهمامي، همامي شيء حاجه، مجموعه ما كل واحد منهم حط عليه 10 يعمل فرقه. فيعني واستمرت للثمانينات والتسعينات، بس يعني اقل سنه من الستينات، بس برضو موجوده. في كان ثلاثي محمد رمضان ومحمد فؤاد ومحمد ايه الثالث؟ محمد كمال صح. محمد رمضان اللي خدناه بعد كده طبعا. وقفت ميكي، ويعني مجموعه، حسن علي الحارس، مجموعه متميزه جدا. تدهور الموقف بالترسانه، مش عارفه تطلع، بقى لها يجي 10 سنين مش عارفه تطلع. ممتاز. صحيح. نتمنى ليها التوفيق بقياده الكابتن كوشه، بس ما يوفقوش النهارده يعني. ان شاء الله. مش عايزين النهارده فيه توفيق يعني. ان شاء الرحمن. الترسانه برضو زي ما قلت لحضرتك في الثمانينات والتسعينات، يعني احنا خدنا صفقتين منهم مثلا كانوا تقال قوي. صفقه في التسعينات وصفقه في الالفيه الثالثه. الصفقه الاولى اللي كانت في التسعينات كابتن محمد رمضان، هداف قدير جدا كابتن محمد رمضان، بس كان بيغزني جدا بعد الجول، بعد فرحته بالجول فرحه مميته. أيوه. يعني احسسك انهم يعني طاير من فرح. والصفقه الثانيه ابو تريك. يعني فاكر انت الماتشيت ده؟ فاكر طبعا. اتفضل. لا، وفي قبل كده برضو حد انت نسيته، علي ماهر. علي ماهر طبعا. صحيح. مغزى علوه. ايوه، عشان ما ازعلش بس علي ماهر. لا طبعا حبيبي علي. علي كان برضو من اللعيبه الكبيره. سؤال طبعا قوي. امتداد لسلسله كبيره بقى من يعني من النجوم الكبار. يعني احنا طلعنا واحنا صغيرين على اهلي زمالك ترسانه اسماعيلي. اتحاد. الفرقه دي اكبر فرق في مصر. ترسانه ليها جمهورها. خلي بالك كان قوي جدا. المنصوره طبعا قوي. فتره من الفترات محله. بس المنصوره مش زي الترسانه. الترسانه قديمه. لها باع في بطولة الدوري والكاس من فترات كبيرة. ستة كاس. قاسم مشترك على طول لعبت الترسانة في منتخب مصر، بداية بقى من اللي هو عبد المنعم الحاج اللي هو الدشوري حرب، وبعد كده بقى الأجيال اللي أنا حضرتها بقى شاكر عبد الفتاح، حسن علي كان قاسم مشترك في حراسة المرمى منتخب مصر، حسن علي وحسن مختار الإسماعيلي، شاكر عبد الفتاح، الحملاوي، ابو العز، ابراهيم الخليل، سلسله كبيره. وبعد كده جه بقى الاجيال اللي بعدهم بقى، علي ماهر، وبعدين مؤمن عبد الغفار، وجمال حمزه برده ما ننساش، برده كان راس حربه في الترسانه فترات كبيره. كابتن كيلاني الله يرحمه كان برده نادي الترسان، يعني اجيال كبيره وامتدت لفترات كبيره، يمكن اخرها بقى بدايه التسعينات، وبعد كده الترسانه ابتدت بقى تخش في مطبات وتختفي عن الساحة. وطبعا يعني احنا من هنا برضو بنقول ان لازم فرقة زي الترسانة بجمهورها الكبير والعراقة والتاريخ، ان هم لازم يكونوا موجودين في الدوري الممتاز. ما ينفعش. صحيح. لازم نشوف طبعا بصراحة. نتمنى يعني اسم كبير. انا كان لهم مكانه حتى في قطاع الناشئين طبعا. بلعب ترسانه لهم مكانه في قلبي، وذكرت فيهم واحد ما اعرفش والله هو فين دلوقتي، كان اسمه جهاد. اكيد تفتكر الاسم ده كابتن ابراهيم، كان بيلعب في السن بتاعنا. كان فظيع، كان لعيب هايل جدا. على طول اللعيبه اللي انت كنت بتستمتع وانت بتتفرج عليه. منافسه على طول في دوري الاشبال بين ترسانه برده والنادي الاهلي، اما كان لسه المناطق مع بعض، الجيزه والقاهره مع بعض. ففترة كبيرة الترسانة لها باع كبير. نتمنى طبعا العودة لدوري الأضواء من جديد، وإن شاء الله يعني ربنا يوفقهم ويحلوا المشاكل اللي هي أعتقد أنها مشاكل إدارية، يعني وجودهم في الدوري اللي هو الدرجة الثانية
لفترات كبيره دي مشاكل اداريه اتعشى منهم يحلوها يعني. شكرا رحمن. اتفضل يا بلال. هم وصلوا السنه اللي فاتت للنهائي خد بالك، هم طلعوا من المباراه كسبوا شبين يصعدوا الممتاز. كسبوا شبين كانوا خلاص، وكان المباراه كانت في الشرطه وكانت مباراه سهله بالنسبه لهم، كانوا هم الاقوى طول المباراه. هجمه مرتده يمكن قضت على امال الترسانه كلها في المباراه دي، ولكن هم فريق محترم يعني. الترسانه طول عمره فريق محترم، فريق منافس بشرف. برضه مش عايزين ننسى حسين شكري برضه كان قادم من الترسانه للنادي الاهلي، ولاعيبه كتيره جدا طبعا. يمكن اخرجت نماذج كبيره جدا، نادي محترم، نادي عنده جماهيريه كبيره يعني. حتى انت بتتكلم يا سيد برضه يعني في الناشئين كانت منافسات جيده وجميله جدا ما بين ملعب الترسانه نفسه، ملعب جيد جدا، كان من الملاعب اللي الواحد بيحبها وبيحب يلعب فيها. ولكن هي دي احوال كره القدم يعني. في بعض من الاوقات لما تبقى عندك تخبط شويه او مش عايز تغير كتير في الادارات اللي موجوده عندك كتير. بتبعد كتير، بتاثر على الفريق بشكل كبير جدا، وده اللي حصل مع الترسانه وحصل مع فرق كتيره جدا حتى مش في مصر، برضو في اوروبا. لما يكون عندك تخبط كتير وتغيرات كتيره جدا في الاداره ونماذج مختلفه وافكار مختلفه، ده بياثر كتير جدا على مسيره الفريق كره القدم. لان طبعا فريق كره القدم يعني من اكثر الحاجات اللي بتتاثر بتغير الادارات ومنهج الادارات المختلفه. صحيح. فمباراه النهارده ممكن يعني تبقى مباراه برده مش سهله طبعا. فريق الترسانه كل طموح بيلعب النادي الاهلي، هو عارف ان هو خارج حسابيا يعني او نظريا عارف ان هو خارج. المباريات اللي زي كده بتكون صعبه على الفرق الكبيره مش على الفرق الصغيره. فريق الفرق الصغيره بتبقى كلها امال، كلها طموح، عايز كل واحد منهم عايز يعمل شو، عايز يثبت نفسه، عايز يعمل تسويق ماركتنج نفسه داخل الملعب يا كابتن. فبالتالي بتصعب الامور بشكل كبير على الفرق الكبير. هي دي صعوبه المباراه النهارده. طيب معانا على التليفون واحد من نجوم ورموز نادي الترسانه والمحبين جدا لكل جماهير النادي الاهلي ومسؤولين الاهلي وكل لعيبه النادي الاهلي، كابتن مصطفى رياض. مساء الفل وازاي حضرتك يا كابتن؟ ازيك يا كابتن؟ الحمد لله يا حبيبي، ربنا يخليك. تحياتي وتحيات كابتن ابراهيم عبد الصمد وكابتن محمد حشيش وكابتن احمد بلال لحضرتك. اهلا وسهلا عليهم كتير، الله يخليك يا رئيس. يعني الاهلي والاهلي والترسانه عنوان لزمن حلو جميل جدا يعني. وانت بتقول الاهلي هيلاعب الترسانه النهارده تيجي في دماغك على طول كابتن مصطفى رياض، كابتن الشاذلي، اهداف وصولات وجولات ومباراه حلوه، وزيد على كده بقى واهم من كده بقى يعني روح حلوه جدا جدا. ما افتكرش ان في مره من المرات مثلا عبر التاريخ حتى واحنا ناشئين ان في اختلاف او في اشتباك او في كلام، لا ابدا لا يمكن ما بيننا وبين الترسانه. لا ما فيش حاجه خالص، انا اتمنى يطلع مباراه كويسه وفرقة الترسانه تأدي بشكل حلو واللي يكسب المكسب ده بتاع ربنا يعني. يا رب ان شاء الله. فانا بقول ان نادي الترسانه طبعا فرقه في البيه، والنادي الاهلي الممتاز وليه حاجاته وليه صلواته وليه بطولاته، كل الكلام دوت بيفرق طبعا مع فرقه الترسانه. اقرب الناس اللي كنت دايما على تواصل معاهم يا كابتن مصطفى من الاهلي، اقرب الناس اللي دايما كان في تواصل بينك وبينهم يعني؟ الكابتن طارق اسماعيل وكابتن مروان كنفاني وكابتن الشربيني وكابتن صالح الله يرحمه وكابتن طارق، ويعني كلهم كنت علاقتي بيهم كويسه والحمد لله يعني. طب ايه المباراه اللي في ذهنك على طول يعني بتتخيلها على طول او بتيجي في اذهان حضرتك على طول؟ المباراه اللي احنا لعبناها وكسبنا الترسانه 5-1 في ملعب الترسانه في ملعب الاهلي. وتاني طب ايه الذكرى دي؟ ايه الذكرى دي؟ مش قوي كده يعني. انا جايبينك على الهوا. الماتشين اللي كانوا يعني ده كانوا في اسبوع واحد تقريبا يا كابتن، مظبوط؟ كانوا في اسبوع واحد. ها اسبوع واحد 5-1 و4-0. طيب انا يعني كانت يعني انا ما طبعا انا ما استعدنيش الحظ ان انا اتفرج على حضرتك كتير، لكن كانت لي علاقه مع كابتن سيادة البطل الله يرحمه، كنا دايما نقعد مع بعض كده وحتى لعيب، فكان بيتكلم على حضرتك كابتن الشاذلي حاجه فظيعه جدا في كره القدم يعني الحقيقه يا كابتن مصطفى. الحمد لله الحمد لله، ربنا يكرمه يا رب. الحمد لله، واتمنى نطلع بس الماتش كويس ويبانوا كويس ويبقى بشكل كويس وبروح كويسه، ومين يكسب دي حاجه بتاعت ربنا، ونطلع حبايب برضك يعني. حبايب على طول مهما كان يا كابتن مصطفى، شكرا جزيلا لحضرتك، كنت منورنا. ماشي يا حبيبي، ربنا يخليك. طيب
كابتن ابراهيم، كابتن حشيش، كابتن بلال، نخش في الاجواء شويه. بس قبل ما نخش في الاجواء خليني اقول لكم ان احمد كشري المدير الفني للترسانه هو اعلن التشكيل، هقول لحضراتكم بعد شويه. لكن دي المواجهه الاهلي، مواجهه الاهلي النهارده هي الثالثه بالنسبه لاحمد كشري. الاولى كان هو مدرب عام مع كابتن اسامه عرابي، كانت في مع اسوان، في اسوان قدام الاهلي اي، فالاهلي حسمها بثلاثيه، هدف وليد سليمان كان احرز هدفين، واجاييه كان احرز الهدف الثالث، كان هو المدرب العام. المباراه الثانيه اللي كان حضرها كشري قدام النادي الاهلي كانت يوم 8 مايو 2016 او 2017، كانت على استاد السلام، السلام مظبوط كده، كان عبد الله السعيد احرز هاتريك، وكان احمد فتحي احرز الهدف الرابع بربعيه. دي المواجهه الثالثه بالنسبه له لاحمد كشري. فدي ارقام يعني. في حاجه لطيفه كده النهارده برضو، ان اخين هيلعبوا بعض النهارده، ولاد كابتن ياسر ريان موجودين، واحد في الاهلي وواحد في الترسانه. ممكن احمد ياسر ريان يبدا من البدايه، لكن ايهاب ياسر ريان ما يبداش يعني. قول لي امهم شعور امهم ايه ده؟ انا عايز حكم رابع. حكم رابع. لا هو طبعا احمد كشري عامل طفره في نادي الترسانه، و المباراه الاخيره كسب كوكا كولا 2-0 عشان يوصل لدور ال 32، وحفز لعيبته وهداهم، وطبعا رئيس النادي وعدهم بمكافئات كبيره، وانت عارف الماتشات دي طبعا زي ما قال احمد بلال كل لعيب الصحافه والاعلام والتلفزيون بيبقى مركز على ماتشات النادي الاهلي دايما، اللي بقى بيضمه لا طبعا نادي كبير، وكل وسائل الاعلام بتبقى مركزه على ماتشات النادي الاهلي، فكل لعيب بيلعب قدام النادي الاهلي بيحاول يطلع كل كفاءته وكل مهارته، وبالتالي الماتشات بتاعته ما تفرقش نادي صغير نادي كبير، كله بيبذل اقصى مجهود عشان يظهر بصوره جيده وتسلط عليه الاضواء، زائد رئيس النادي كمان وعدهم بمكافئات كويسه، ولازم متعود هنا قدام الاهلي ده الامور صعبه في نادي الترسانه كلها تحفيز يعني، المدير الفني زائد رئيس النادي واللعيبه نفسهم من غير تحفيز ولا حاجه، هم بيطلعوا اقصى حاجه عندهم عشان يظهروا بمظهر جيد قدام النادي ويكملوا مشوارهم في الكاس. اما النادي الاهلي طبعا فالظروف طبعا صعبه جدا. الاهلي بمن حضر، انما طبعا مجموعه كبيره من اللعيبه غايبة. كبيره غايبه، سواء للانضمام لمنتخب مصر او للانضمام للمنتخب الاولمبي او للاصابه، كوليبالي مسافر لمنتخب بلاده، أزار ومنتخب المغرب، فمجموعه كبيره من اللعيبه مش موجوده النهارده. ده اضطر كارتون للاستعانه ببعض الناشئين اللي موجودين في النادي، اساميهم لسه مش معروفه، وان شاء الله باذن الله يظهروا بمظهر جيد ويبقوا ان شاء الله استمرار لمسيره اللعيبه اللي منضمين للمنتخبات. طيب يبدو ان افضل لعيب في الترسانه في الوقت الحالي واحد اسمه عمرو طارق، بيلعب رقم 7، عنده سرعه كويسه وبيعرف يجيب جون، حتى له دايما اسيستات بيعملها بشكل كويس مع فرقه الترسانه. عمرو طارق رقم 7 ده اللي جاي لنا يعني لحد دلوقتي يعني. نطلع نشوف تقرير خاص بلقاءات الفرقتين التاريخية، وبعدين نستكمل كلامنا مع نجومنا كابتن ابراهيم وكابتن حشيش وكابتن بلال، والتشكيل كمان يكون جاهز. يدخل الاهلي مباراته امام نظيره ترسانه في دور ال 32 لبطوله كاس مصر على استاد السلام، رافعا شعاره الدائم وهو الفوز والصعود للدور التالي كخطوه اولى نحو اللقب. التقى الاهلي مع الترسانه في 103 مواجهات في بطوله الدور المصري والكاس، حيث حقق المارد الاحمر الفوز في 73 مباراه، بينما حقق الترسانة 12 فوز وحسب التعادل نتيجة 18 مباراة بينهما. في كاس مصر فقط التقى الأهلي مع الترسانة في 17 مباراة، وحقق بطل القرن الإفريقي الفوز في 14 مباراة وحسم التعادل نتيجة مباراة واحدة بينهما، بينما حقق الترسانة الفوز في مبارتين. سجل مهاجم الأهلي في الترسانة بمباريات كأس مصر 38 هدف، فيما سجل لاعب شواكيش 12 هدف. كانت أول مباراة جمعت الفريقين في نصف نهائي كأس مصر موسم 1930-31، فاز المارد الأحمر بثلاثة أهداف لهدفين. لم يتقابل الأهلي مع الترسانة في كأس مصر منذ موسم 95-96، حيث ترجع آخر مواجهة بينهما بالكأس إلى 28 من يناير عام 96، وفاز المارد الأحمر بأربعة أهداف لهدفين.
دائما ما تشهد مباريات الفريقين قوة كبيرة، لا سيما في ضوء بحث الأحمر عن الفوز. يبقى معاكم الاهلي مستمر بطريقه 4-2-3-1. الاهلي مواجهه الترسانه في الدور ال 32 لكاس مصر موسم 2018، بيلعب النهارده من البدايه علي لطفي، من البدايه اكرم توفيق باك رايت، والجزار واحمد علاء لاول مره في تشكيله النادي الاهلي، صبري رحيل موجود كمكان باك ليفت المره الثانيه، وهشام محمد وكريم ندفد في نص الملعب، وثلاثة تحت راس الحربة محمد شريف ومؤمن زكريا وأحمد حمدي زي ما قلت لحضراتكم، وقدام أحمد ياسر ريان. يبقى تشكيلة النادي الأهلي 4-2-3-1 كالمعتاد، الطريقة ما بتتغيرش. أقولها مرة تانية: علي لطفي وأكرم توفيق وأحمد علاء والجزار وصبري رحيل، هشام محمد وكريم ندفد ومحمد شريف ومؤمن زكريا وأحمد حمدي وأحمد ياسر ريان. دي تشكيلة النادي الأهلي. بعد شوية أقول لكم تشكيلة الترسانة. كابتن حشيش، أسمع تعقيب حضرتك على التشكيلة أو الاختيارات. قبلها طبعا هي تكمن الخطورة طبعا ماتش النهاردة، إن ده ماتش كاس. الكاس معروف طول عمرنا نعرف إن فيه مفاجآت كبيرة في الكاس، وياما أندية صغيرة مغمورة حتى، مش مثلا زي الترسانة له تاريخ، أخرجت أندية كبيرة. آخر مفاجأة يمكن شفناها خروج الداخلية من المنصورة، اللي هو بعيد تماما طبعا عن الأضواء بقاله فترة كبيرة، تخرج الداخلية اللي هو ترتيبه متقدم في بطولة الدوري الموسم ده وعامل مباريات كويسة. كذلك برضو الحافز عند لعبة الترسانة، اللعيبة كلها طبعا أو معظمها مش معروفين، بيلعبوا مع النادي الأهلي، مش هيخسروا حاجة. دور ال 32 لو لا قدر الله مثلا، يعني لو كسبوا النادي الاهلي عملوا مجد كبير لنفسهم في بداياتهم، وفي نفس الوقت بيسوقوا برضو لنفسهم. اتفضل. مش عايز اقطع عليك، لكن معايا تليفون مهم جدا قوي، وبعدين تكمل حضرتك طرح فكرتك. معانا على التليفون الحاج عامر حسين رئيس لجنه المسابقات. مساء الخير يا كابتن الحاج عامر. حاج عامر، الو. أبو كباس، ازيك يا حاج عامر؟ عامل ايه؟ كل سنه وانت طيب. انا ذكرت تحياتي وتحيات كابتن ابراهيم وكابتن حشيش وكابتن احمد بلال لحضرتك. سلم على كل النجوم اللي معاك يا حضرتك. يعني الله يكون في عونك. انا عارف كويس قوي انت، يعني كل سنه اقول لك اللي جاي احلى اللي جاي احلى، هو اللي احلى ده ما بيجيش ولا ايه؟ والله حضرتك عشان دايما بتحب تخش في تفاصيل الشغل والخبايا وبتبقى ضايق جدا، عارف كل المشاكل، وكنا دايما بنوعد ان احنا السنه اللي جايه هتبقى اسهل. انما كل سنه بيطلع لنا حاجه للاسف يعني. ويمكن الموسم ده بقى الاتحاد الافريقي كان فعلا قال من سنتين ان هو هيغير النظام بتاع امم افريقيا للمنتخبات، وده احنا كان نفسنا فيه طول عمرنا. والانديه انها تلعب في شهر 8 وتخلص 5 زي العالم كله، عشان فترات القيد تتصلح معانا، ما فيش قيد يخش على قيد ولاعيبه بتمشي في دوري المجموعات. بس للاسف بقى لما عملوها عملوا الاثنين في موسم واحد، يعني عملوا الابطال الدوري والكونفدراليه مع امم افريقيا في شهر 6 في نفس الموسم، ودي طبعا صعب جدا مع البطوله العربيه اللي ما كانتش موجوده، كان مجمعه في الصيف، بعد دلوقتي برضو ذهاب وعوده في نفس الموسم بنفس التوقيتات، فكل من طبعا صعبت الامور جدا يعني. اوكي، والسنه الانتقاليه ديت يعني ممكن تبقى السنه الجايه او اللي بعدها، لكن السنه دي ضغط مباريات رهيب جدا. انت زودت بطوله، يعني السنه اللي فاتت كنت بتعاني من ضغط مباريات، السنه دي زادت لك بطوله كمان، يعني او بطولتين مش بطوله واحده كمان. بطوله خاصه بالمنتخبات. البطوله العربيه والبطوله الجديده اللي هي هتبدا شهر 11 قبل ما تنتهي البطوله اللي شغال فيها الاهلي والمصري حاليا. طيب لما نتزنق قوي كده تسيبنا وتمشي، انت ليه عايز تمشي؟ ليه بتتكلم في استقاله وبعد؟ ليه؟ والله يا كابتن سيد انا بستحمل كل حاجه، بس تيجي في وقت بتبقى التصاريح التصريحات اللي بتطلع من مسؤولين، انا هقول يعني لموضوع النادي المصري. النادي المصري في مجلس النواب وطلعوا تصريحات ان المصري خلاص اخذ الموافقات الامنيه والمصري هيلعب في بورسعيد
وبداية من يوم 8 هيبقى المباراة كلها بورسعيد بتاعت النادي المصري. لما تبقى بقى قبلها بيوم قبل مباراة النادي المصري مع نادي الجزيرة المطروح مع احترام النادي الجزيرة المطروح القسم الثاني والتصاعدين من القسم الثالث، يعني المباراة مش هيبقى فيها 200 واحد ويجي لك رفض قبلها بيوم. طبعا كانت صدمة بالنسبة لي لأن النادي المصري أصلا يعني زي الأهلي ما عندوش ارتباطات زي الأهلي، لأن الأهلي مشارك في 2 بطولة العربية وكمان مع أبطال الدوري، إنما المصري برضه عنده مؤجلات كتير. صحيح. لما يجي لك مباراة زي ديت بتعطلك كتير، يعني النادي المصري عنده مباراة يوم 24 مباراة العودة مع فيتا كلاب 24. أنت عندك بالنسبة للمصري الدنيا مزنوعة، كنت ممكن ألعب دورين للنادي المصري لو فاز يلعب الدور اللي بعده في الفترة قبل ما يلعب يوم 24. إنما بيجي لك قبلها بيوم كده ويقول لك لا مفيش لعب بورسعيد. مش اسكندرية يقول لك استاد الجيش في إصلاحات والمصري ما لعبش كمان في اسكندرية. كل دوت لما جمهور بورسعيد الناس تطلع تديهم تفاؤل وتطمنهم إن المباراة المحلية رجعت بورسعيد. فطبعا طب لو الأمن موافق ومجلس النواب موافق يبقى إحنا بقى اللي مش موافقين، يعني إحنا السبب. بس انت بيطلع لك تصريحات برضو من اتحاد الكره، تصريحات بتبقى يعني لا هي ادوارها ولا هي اختصاصاتها يا حاج عامر، خلينا برضو نكون يعني منصفين في الطرح، يعني في ناس بتطلع تصريحات مش بتاعتها ولا ادوارها ولا اختصاصاتها في اتحاد الكره. ما هو ده للاسف ده اللي زعلني وده اللي خلاني اكلم المهندس هاني وقلت له انا استحمل كل حاجه وبقالي 7 سنين بستحمل كل حاجه، انما لما يبقى من جوه الاتحاد احنا بنطلع تصريحات، التصريحات ديت احنا ما عندناش حاجه موافقات رسميه صح ونسبق بالكلام دوت، دي مش جايبين احنا الكلام اصلا يعني. وبعدين انا المفروض يبقى الامور واضحه، انا اجي للنادي المصري الامن مش هيلاعبك السنه دي في الدوري مباراه محليه خلاص الموضوع خلاص قرار، انما نقعد نديهم تفاؤل ونديهم امل ونديهم وبعدين ناجل اسبوع، طب الاسبوع اللي جاي واقعد انا بقى طول الاسبوع دوت اقعد اتحايل على النادي المصري عشان ما يلعب واقعد اتحايل على الامن واتحايل على اصحاب الملعب، لا مش هنرجع تاني الموضوع من 4 سنين كنا لاعبين مباراه بمباراه و صحيح طايم بطايم لا عدينا المرحله ديت والدنيا هتبقى زي الفل ان شاء الله الرحمن. التليفون احنا قلنا خلاص الامور عدت والموسم اللي فات عدى كله على خير الحمد لله وخلصنا شهر 5 قبل كاس العالم، الناس متخيله ان احنا نخلص شهر 5 هنبدا بقى على جديد وموسم حلو، انما احنا كده بنرجع للخلف وما بنتقدمش، الامور صعبه جدا. لا يبقى كل واحد يقول اللي هو اللي في اختصاصه بس، يعني لجنه المسابقات وتحديد التواريخ والمواجهات اعتقد انها خاصه بلجنه المسابقات، اي حاجه فيما يخص ده حتى لو عندك معلومه ولا حاجه ارجع للجنه المسابقات عشان الدنيا تبقى دايما سليمه 100%. اخد حضرتك لنقطه مهمه جدا يا حاج عامر، امبارح كان معانا يعني كابتن ياسر الكناني يعني المدير الفني لنادي المنصوره وقال ان القرعه ساعات بتبقى يعني بتلاعب الانديه القسم الثاني وبيتكلفوا تكاليف هم مش قدها شويه وبيقابلوا القسم الاول في الدوري الممتاز، كان له تحفظ على كده، اشرحها لنا برضه حضرتك سريعا. حضرتك عارف انه مشكله الملاعب مشكله كبيره جدا، عشان تجي موافقات كابتن ياسر الكناني بيتكلم على ايام ما كان بيلعب في المنصوره وكان كل الانديه الكبيره بتروح تلعب في المنصوره. ده توضيح مهم، ده توضيح مهم، اتفضل. والبيوت حواليها والمساكن حواليها والدنيا عادي ومفيش مشكله. ده احنا اصلا ملعب المقاولين مش عارفين نلعب فيه مباريات بتاعت النادي الاهلي ونادي الزمالك. الكليه الحربيه ممنوع الفرقتين يخشوا. يعني انت في نفس القاهره بقت محدده، الملاعب بقت اقل شويه. دلوقتي بيمنعك منها انك تلعب في المباريات الكبيره. فانا عشان اعمل 16 مباراه منهم 14 من انديه القسم الثاني، اروح الاعب مثلا نصر الفكريه مع الاسماعيلي اعمل قرعه واروح يلعب في نصر الفكريه ولا اقعد ادور على ملعب واجيب موافقات اخد فيها 10 ايام 15 يوم وانا هلعب بعد 8 ايام. صحيح. امور صعبه جدا. طبعا ده توضيح مهم جدا. ده توضيح مهم جدا. لو انت بتتكلم في الدنيا متاحه قوي ممكن تلعب في استاد المحافظه مثلا لو الدنيا متاحه شويه، يعني لو الدنيا لا اقصد زي زمان، يعني زي زمان لو الدنيا استاد الفيوم استاد الفيوم نفسه خاصه ما بيلعبش عليه. صحيح. صحيح صحيح. مين هيوافق على المنصوره وشبين والنص الفكريه؟ يبقى على الجميع، بس على الجميع ان هو يبقى يعني مدرك المرحله اللي احنا فيها. احنا خدنا خطوه واسعه قوي واحسن كتير جدا من اللي فات، فعلى الجميع ان هو برضه يعني يبقى مدرك شويه الفتره اللي جايه والدنيا كلها تمشي عشان الدنيا تبقى. ايه يا كابتن سيد ان هم بيطلعوا يتكلموا على ان هم مش عايشين معانا. يعني ده اللي انا بستغربه، يعني هم شايفيننا شقيانين. عارف الاقي ملعب لمباراه المصري
على الجزيره المطروح. ايوه صح. ويطلع يقول لك اعمل قرعه مش عارف ايه. نمره 2 انديه الدوري الممتاز يعني كابتن ياسر الكناني ما دام بيتكلم بيتكلم في المواضيع كلها. الدوري الممتاز بتلعب من غير لعيبه المنتخب. صحيح. اللعيبه الدوليين. وده برضو مساعده. خلي بالك هي مش قانونيه بس مساعده، يعني انت بتاخد قرار عشان تضيق الوقت. هتلاقي المعدة فين تاني؟ مش هتلاقيه. اه طبعا. ما انا بقالي 3 سنين انا ما ماشي دور 32 كده. طب الدور الست ايه اللي بعمل كده؟ اتفضل. انا بلاعب انديه الدوري الممتاز في ملاعبها كويسه. في غيابات حاجه قدام حاجه. في غيابات صح بتوزنها. طب الدور ال 16 المحدد ليه امتى يا حاج عامر؟ ان شاء الله هنبدا من يوم 23 ان شاء الله. اكتوبر؟ اكتوبر. اوكي حاج عامر حسين اشهد لك شهاده، يعني مش مساله حاجه كده عشان انت معايا على التليفون. حق ربنا الراجل ده، يعني لو في واحد تاني في المكان بتاعه ده في الثلاث اربع سنين اللي فاتوا دول كان صعب. زمانه بلمس اكتاف على طول. لا الامور صعبه جدا. جاب لمس اكتاف. الامور صعبه جدا لان كذا طرف متداخل فيها، اتحاد الكوره والامن والنوادي والملاعب كتير. والملاعب فاطراف كتيره داخله فيها. الله يكون في عونه ان هو بيقدر يظبط الحاجات دي كلها. ربنا يخليك يا حاج عامر. الف شكر. شكر جزيلا يا حاج عامر. شكرا جزيلا ليك حاج عامر حسين رئيس لجنه المسابقات في اتحاد الكوره. اتفضل يا كابتن. تكمله برضو سيد على الحياه، يعني يمكن انا عشان قريب شويه من موضوع المسابقات زي ما انت عارف يا كابتن ابراهيم، وعلى سكيل يعني اصغر. موضوع صعب جدا جدا انك يعني تقدر ترتب الامور دي كلها، وتقدر في ظل البطولات الكتيره اللي الانديه بتشترك فيها دلوقتي، ويعني اعداد الانديه زمان بلال ما كانش زي دلوقتي. دلوقتي انديه بتشترك في بطوله عربيه وفي افريقيا وماتشات وتضارب ملاعب، ودي اخطر حاجه واصعب حاجه. صحيح. موضوع تضارب الملاعب. فبصراحه يعني هو عامل جهد كبير، واعتقد انه لو قال لاي نادي في مصر رتب بس اسبوعين من بطوله الدوري ما حدش يعرف. صحيح. فهو الحقيقه يعني انا اتمنى طبعا ان هو يستمر، لان لو قدر لو لا لو 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 ساب ولا حاجه هتبقى مشكله. يعني نرجع تاني للمباراه. طبعا يعني زي ما انا بقول ان هو الترسانه ما عندهاش حاجه تبكي عليها، بيلعب براحته بطوله الكاس دور 32 قدام النادي الاهلي. لو عمل نتيجه كويسه هتفرق معاه في مسيرته. اللعيبه بتسوق نفسها طبعا قدام الناس كلها. الموقف يختلف بالنسبه للنادي الاهلي. النادي الاهلي خارج من كبوت الاتحاد، عنده اصابات كثيره جدا، بيلعب بتشكيل جديد فيه لعيبه لسه يعني جديده لاول مره ممكن تكون بتلعب في ماتش برضه حساس بالنسبه لها، خروج المغلوب. فدي برضه حاجه صعبه بالنسبه للنادي الاهلي. مطالب النادي الاهلي ان هو يعمل مباراه كويسه، ويعمل كمان نتيجه كويسه تنسي الناس. انا بحبك. المباراه اللي فاتت بص الجون ده، بص الجون. انا بحبك جدا. بص ايوه بص والنبي. مين ده يا ترى؟ مين ده؟ بص بص والنبي، بص الجامب يدرس. مش معقوله بصراحه. يعني ولا تقول لي ستايل وطالع جامب ولا حاجه. بص وطالع عند احمد زغلول. تاري يا بلال انت اضحك. الكره في الارض نموذج. جنب عالمي نموذج للهيدرز. لا ده انا جبت 3 جوان في ده. لا عارف ان انا ما لعبتش الترسانه في حياتي ولا مره غير لما اجيب جون. فعلا حتى في قطاع الاول. الله ده نفس المره غير مره بس كسبنا 1-0 طبعا ما جبتش جوان فيه. ده الثاني. اتفضل يا ابو كابتن. ده هاتريك. هاتريك. كم هاتريك يا سيد؟ كنت متألق في حياتي؟ كم هاتريك؟ كتير ما شاء الله. واحد كويس قوي. ايوه ريكورد، عامل ريكورد. اتفضل يا كابتن. النادي الاهلي زي ما بقول مطالب ان هو النهارده يمحي قصه المباراه اللي فاتت، يرجع الثقه للعيبه والروح للعيبه ان شاء الله بالمكسب، ويكون مكسب كويس واداء كويس، ويطمن الجهاز الفني والجمهور على اللعيبه كمان اللي هي الصغيره اللي هتبتدي تلعب، وفي كمان لعيبه بتلعب في مراكز غير المراكز بتاعتها. فاعتقد ان النهارده ان شاء الله باذن الله ممكن يكون نقطه تحول بالنسبه للنادي الاهلي في التقدم للامام خطوه. طبعا في بطوله الكاس اللي هي انا في رايي برضو لا تقل عن اي بطوله النادي الاهلي داخلها، وفي نفس الوقت باذن الله نطمن الجمهور والجهاز على اللي جاي. شرح. طيب بلال عندك تعقيب على التشكيل، او كنت متوقع حد يبدا مثلا؟ يعني الاحتياطي شريف اكرامي، اسلام محارب، واحمد حمودي، وعمرو السليه، واحمد الشيخ، ومحمد عبد المنعم. احمد الشيخ لاول مره، محمد عبد المنعم لاول مره، وناصر ماهر
يرجع من جديد برضو حاجة كويسة. تشكيلة برضو الترسانة عشان نبقى لنا عمرو خليل وأحمد هشام عماد حلمي وريعو محمد رجب ريعو وطارق يحيى وطني وهشام رجب وابراهيم منصور ومحمد فوزي وعمر طارق احسن واحد فيهم اللي هو رقم 7 ورضا سيد وإيهاب فؤاد واحمد ياسر او إيهاب ياسر ريان في الاحتياطي زي ما قلت لحضرتك. اتفضل يا كابتن. لا ما عنديش تعقيب على اللعيبه، يمكن هم دول اللعيبه خلاص المتاحين بالنسبه للنادي الاهلي. انت بتتكلم على يعني النادي الاهلي فيه في لعيبه كتيره جدا منتخب مصر، في لعيبه كتيره جدا مصابه مش موجوده، في لعيبه النهارده بتريح برده للظروف اللي اتكلمنا عنها، وهي الظروف الاستثنائيه اللي بيمر بيها النادي الاهلي الموسم ده، اللي هي بطوله افريقيا والبطوله العربيه وبطوله الدوري العام وكمل البطولات الكبيره اللي داخل فيها النادي الاهلي، مش بس البطوله الفتره اللي احنا فيها والفتره كمان اللي جايه. انت في وقت من الاوقات يعني بتفرض عليك الظروف ان انت خلاص يعني تعمل تغييرات كتيره جدا جدا في وقت صغير جدا عشان خاطر تقدر تواكب كل المباريات اللي انت بتلعبها. يعني النادي الاهلي مباراه يعني خلاص بنتكلم في اقل من اسبوعين، وبتتكلم في نهائي في مباراه العوده، نهائي نصف نهائي قبل المباراه. طبعا نصف قبل النهائي، المباراه قبل مباراه النهائي الثانيه في النص ان شاء الله مباراه العوده يعني. فخلاص انت الظروف بتضطرك ان انت خلاص تبدل وتغير وتكتشف لعيبه، ودي انا بشوفها فرصه كبيره بالنسبه للعيبه اللي ما بتلعبش. يعني دايما بقول ان المدير الفني ممكن يكون مش قادر ان يحكم على بعض اللعيبه في المباريات، فبتجي لك فرصه انك انت النهارده عندك مباراه تلعب فيها تشارك فيها تثبت ان انت قدير، تثبت ان انت ممكن تكون ما تكونش لعيب رقم واحد، لكن ممكن تحط نفسك لعيب رقم اثنين. يعني في اوقات وفرص بتجيلك انت ممكن تكون يعني بعيد. اه بالظبط، يعني انا النهارده ممكن ما اكونش لعيب رقم واحد لو ظهرت النهارده، لكن ممكن اكون البديل الامثل او لعيب رقم اثنين في الصوره. حط نفس الصوره بالظبط، وهي دي الميزه، لان خلاص انت بتتكلم في عدد مباريات كتير جدا، بتتكلم في عدد اصابات ممكن تكون كتيره للمباريات المتلاحقه، فانس ان انت ظهرت بشكل كويس قوي ممكن تكون انت اللعيب الاساسي بعد كده. رقم اثنين ده معناه ان انت خلاص قربت تبقى اللعيب الاساسي. فالنهارده فرصه لبعض اللعيبه الناشئين او اللعيبه الجديده او اللعيبه اللي ما بتلعبش اللي ما بتاخدش فرص او اللي مش قادره تاخد فرص، ان هي النهارده تشارك وتلعب بشكل كويس جدا. التشكيل ما فيش تعقيب عليه، مؤمن زكريا واحمد حمدي ومحمد شريف واحمد ياسر عين، ده المتاح بالنسبه للراجل الموجودين. يعني انت عندك وليد ازار مش موجود، برده صلاح محسن مش موجود، مروان محسن منتخب مصر، عندك الاربعه اللي قدام مش موجودين، فاحمد ياسر النهارده، واحمد برده خد قبل كده تجارب مع النادي الاهلي وادى بشكل فيها جيد. النهارده فرصه بالنسبه له النهارده انه يحط رجله بشكل كبير جدا، وارد الماتشات اللي جايه يبقى عنده فرصه اكبر من كده ان هو يشارك بشكل اكبر من كده. لعيبه في نص ملعب، عوده كريم نيدفيد، انا كريم بعتبره من اللعيبه الجيده جدا جدا جدا, جداً. واتمنى انه ياخد فرصه الفتره اللي جايه. لعيب تكتيكي رائع جدا، لعيب مهاري، عنده لياقه بدنيه عاليه، لعيب انا بشوفه لعيب متميز، يعني لعيب يكاد يكون مكتمل لو خد فرصه، وخد فرصه في توقيت جيد واستغل الفرصه بشكل كويس واخد الثقه، اعتقد ده هيكون شان كبير جدا مع النادي الاهلي الفتره اللي جايه. اكرم توفيق مكانه الطبيعي، وجزار واحمد علي، وصبر حين ناحيه الشمال. تشكيل اعتقد هو التشكيل الانسب لهذه المباراه. اوكي، في حاجه بس صغيره في التشكيل، انا شايف احمد حمدي ناحيه الشمال. لا ممكن يكون على الورق العكس، ممكن يكون على الورق. لا ممكن، اعتقد مؤمن زكريا هيبقى الشمال ناحيه الشمال او اليمين، وصبر رحيل هو ومحمد شريف واحمد اللي هو البلاي ميكر. لا تكمل الكلام كابتن احمد، انا شايف انها فرصه كويسه للقطاع الناشئين، المجموعه المتميزه اللي طلعت مع الفريق الاول فرصه متميزه انهم يثبتوا نفسيهم ويبقوا صف ثاني للمجموعه سواء المنضميه لمنتخب مصر او بسبب الاصابات او المنتخب الاولمبي، فرصه كويسه انهم يثبتوا رجلهم ويثبتوا قدراتهم بحيث يبقوا ضمن التشكيل الاساسي بعد كده في السنوات القادمه ان شاء الله. ان شاء الرحمن، ويعني كلنا لعبنا كده. يعني الكل بيلعب بنفس الطريقه. فرصه هي فرصه بتيجي. طبعا، وفي الاهلي تحديدا يعني الفرص ما بتبقاش كتير، خلي بالك خلص. يعني فلازم تستغلها. ده اقول لك ليه بالله برضه، عشان تبقى انت ايه يعني خلصنا ضبرنا وعند ربنا الحمد لله نطلع. طب ما فيش تطليعه ليا انا مثلا عند ربنا، ما فيش تطليعه ليا يا سيد مثلا، واحده تطليعه ليا ولا اي حاجه تغطيه وكده اي حاجه ولا اوفر دي لحد مثلا يعني المدافعين دايما كده المدافعين. طيب، تاريخ خاص بالاهلي والكاس، ونرجع نكمل كلامنا مع نجومنا كابتن ابراهيم وكابتن حشيش وكابتن احمد بالله. يستاهل الأهلي مشواره في بطولة كأس مصر عندما يستضيف نظيره الترسانة بدور 32 اليوم الأربعاء على استاد السلام في تمام الساعة 5. يدخل المارد الأحمر النسخة الجديدة بحثا عن تعزيز رقمه القياسي كأكثر الأندية تحقيقا للقب البطولة واستعادة اللقب المفضل لأبناء القلعة الحمراء، بعدما كان الموسم قبل الماضي 2016-2017 هو آخر موسم يحقق فيه الأهلي لقب كأس مصر. شهدت بطولة كأس مصر على مدار تاريخها مشاركة العديد من الأندية،
إلا أن 12 فريقا فقط هم من نالوا شرف التتويج باللقب، في مقدمتهم النادي الأهلي الملك المتوج على عرش الكرة المصرية والعربية والإفريقية، حيث توج بكأس مصر في 36 مناسبة برقم قياسي تاريخي وبفارق كبير عن أقرب ملاحقيه، ليبدأ اليوم رحلة البحث عن اللقب 37. يتقاسم الأهلي والزمالك الفوز باللقب في مناسبتين بعدما انتهى الوقتان الأصلي والإضافي بنتيجة التعادل. لم يكن هناك ما يعرف بركلات الترجيح من نقطة الجزاء لتحديد الفائز، ويأتي الزمالك في المرتبة الثانية خلف الأهلي من حيث الفوز بلقب كأس مصر حيث حققه 26 مرة، وجاء الترسانة والاتحاد السكندري في المركز الثالث كأكثر الأندية المصرية تحقيقا للقب في كأس مصر بعدما نجحا في انتزاع 6 ألقاب للكأس لكل فريق. يحتل المقاولون العرب المرتبة الرابعة برصيد 3 ألقاب، بينما تساوت فرق الأولمبي، الإسماعيلي، حرس الحدود، إمبي في المرتبة الخامسة بعدما حققوا اللقب مرتين، في حين اكتفت 3 أندية بتحقيق اللقب مرة أخرى وهي الترام، القناة والمصري. تحت شعار لا بديل عن الفوز، يستهل الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي مبارياته مع المارد الأحمر في بطولة كأس مصر التي يسعى المدير الفني لتخطى حمى البداية على حساب الترسانة، وذلك ضمن مشوار الفريق في استعادة اللقب المحلي مرة أخرى. نجح المدرب الفرنسي في تحقيق نتائج إيجابية في بطولة دوري أبطال إفريقيا وأيضا في بطولة الدوري، ها هو اليوم يسعى لبداية رائعة في كأس مصر متحديا الغيابات التي ضربت كيان القوام الأساسي والرئيسي للفريق نتيجة الإصابات، بالإضافة لانضمام اللاعبين الدوليين لمنتخب بلادهم. فالأهلي يعرف شعاره الدائم منذ البداية، الأهلي بمن حضر. لا شك أن مباراة اليوم ستكون فرصة ذهبية للجهاز الفني لتجربة العديد من العناصر التي لم تحصل على الفرصة بشكل جيد خلال الفترة الماضية، على رأسهم ناصر ماهر وأحمد حمدي، كريم نيدفيد، أحمد ياسر ريان، محمد عبد المنعم، أحمد علاء، محمد شريف، أحمد الشيخ، ميدو جابر، أكرم توفيق، محمود الجزار، عمار حمدي. لا شك أن الفوز والتأهل لدور 16 سيزيد من ثقة اللاعبين قبل السفر إلى الجزائر لمواجهة وفاق سطيف في 23 من أكتوبر الجاري، وذلك ضمن مباريات الدور النصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا. الأهلي والترسانة في دور 32 لكأس مصر 2018. كابتن إبراهيم، أنت أكيد على دراية فرقة الترسانة، يمكن امبارح قلنا أو جبنا بعض المباريات ليهم كانوا بيلعبوا 3-4-3، والنهاردة هل هيلعبوا بنفس الطريقة قدام الأهلي؟ هل كشري هيلعب بنفس الطريقة 3-4-3، ولا ممكن يلعب 4-3-3، ولا يلعب 4-3-2-1، ولا يلعب إيه من وجهة نظرك؟ لا، هو الأسلم إنه طبعا احنا مش عايزين الأسلم ليه، بس هنقول الأسلم إنه هو يلعب الطبيعي المنطقي اللي هو يفكر فيه 4-3-2-1 على أساس إنه هو يشوف الاهلي اخباره ايه. طبعا المجموعه الجديده دي هو ما يعرفش هم بيلعبوا ازاي وتكتيكهم ازاي، ما يعرفش مين مكمن الخطوره، وبالتالي لازم يبقى
لازم يبقى مأمن الأول نفسه بحيث يبقى مثلا بيلعب زون ديفنس في الأول لغاية لما يعرف مكامن الخطورة في الأهلي، هل هم مركزين على أحمد ياسر ريان الكرة الطويلة، مركزين على الجوانب أكرم توفيق أو صبري أو صبري رحيل، مركزين إيه المجاميع اللي هيركزوا عليها. يبقى لازم يلعب زون ديفنس في الأول عشان يقدر يقرأ النادي الأهلي. إحنا مش عايزينه يلعب زون ديفنس، عايزينه يلعب نتمنى ان يلعب الجيم مفتوح عشان نقدر نستمتع ونقدر نظهر قدرات الفريقين ونظهر قدرات بتاعه ونستمتع بماتش جميل. كل ما فرقه بتلعب دفاع كل ما الماتش بيبقى ممل وكوره طويله وتطفيش، انما هو لو سعى للفوز متهيألي الماتش هيبقى شكله كويس وهنعرف قدرات اللعيبه واللعيبه نفسها سواء هم او احنا تقدر تظهر قدراتها ونطلع بماتش جميل في دور ال 32. اوكي طيب، هم كانوا بيتكلموا ان كل فرقه من دي يا كابتن حشيش بيبقى عندها عنصر او اثنين، وده وضع طبيعي جدا في الحياه. طيب. يعني مش هتلاقي برضو يعني الفرقه مش في الدوري الممتاز غايبه بقالها فتره، فوضع طبيعي مش هتلاقي فرقه يعني اللي هي خطوطها كلها متقاربه، لكن فرقه ممكن تكون منظمه بتيجي على امكانيات المدير الفني ازاي يقرب الخطوط من بعض يبقى العمليه واقفه بشكل سليم مهما كانت النتيجه. لكن العنصر الفعال اللي احنا جاي لنا معلومات عنده اللي هو عمر طارق ده تمام، اللي هو بيلعب ناحيه تقريبا ناحيه صبر الرحيل لو لعب كجناح يعني. اوكي تمام، انت في الماتشات اللي زي كده اللي هو رقم 7 ده رقم 7 اوكي، في المواجهات اللي زي كده بقى يعني مش عايز اقول فكره او الناس كلها بتقول لك احنا فلان احنا الاهلي على عيني وراسي، لكن انت الاهلي في نفس الوقت لازم تبقى بتقابل الفرقه الثانيه وبتركز معاها كمان يا كابتن حشيش. صحيح. انا عايز اقول برضو ان هم عندهم ميزه مش موجوده النهارده في الاهلي اللي هي ثبات التشكيل. هو بيلعب بقاله فتره كبيره بيلعب في القسم الثاني انما بيلعب بتشكيل ثابت، ممكن يكون فيه تجانس اكتر برضو من النادي الاهلي. شايف يعني التشكيل بتاع النادي الاهلي في ناس بتلعب مع بعض لاول مره وفي ناس في مراكز جديده وفي ناس مش في مراكزها، فده برضو ممكن يعني يبقى فيه صعوبه شويه على حته الانسجام. عكس الترسانه بقاله يمكن سادس اسبوع في القسم الثاني ثبات تشكيل زي ما انا قلت ان كله عايز يظهر. اعتقد برضو ان النادي الاهلي اللعيبه اللي موجوده اولا شيل بقى حته النهارده مفيش حاجه اسمها اجهاد لان كل اللي بيلعب ده بيلعب جديد، واذا كان لعب قبل كده ممكن خد حاجات بسيطه مش كتير فحته الاجهاد مش موجود، لازم كل واحد يطلع اكبر قدر من هو ده صاحب التسديد عمر طارق ده هو اللي في العارضه دي لازم كل لعيب يطلع اقصى حاجه عنده النهارده عشان الفرصه ممكن ما تجيش تاني. يعني هو الحظ اللي موجود ان فيه اصابات كتيره، فممكن دي اللي ادت لبعض اللعيبه الوجوه الجديده كابتن ابراهيم فرصه انها تلعب النهارده ممكن ما كانتش يعني هتلعب الفتره دي خالص، انما نتيجه للظروف لعبت. فاللي يلعب في الظروف دي اللي ممكن ما تجيلوش تاني لازم يأدي كل اللي عنده ويثبت للجهاز الفني في المقام الاول ان هو جدير، ان لو جات له الفرصه صحيح. تاني يديله في المباراه وليه لا، حتى لما يديله في الماتشات الجايه اللي هو اثبت نفسه. احنا شفنا يعني انا مش عايز اتكلم على المباراه اللي فاتت، انما اللي زعلني المباراه اللي فاتت ان في لعيبه عندها خبرات كبيره جدا، حتى لو انا مجهد يا سيد في ممكن اتغاضى عن الحته دي ان انا ممكن ابقى تمركزي صح تمركز صح سهلة. ابقى واقف في حته صح، انما لعيبه كبيره بدون ذكر اسماء كان يعني في الاهداف، انا بتكلم على الاهداف اللي دخلت في النادي الاهلي مش واقفه صح. هنقول مجهده، انت لما تكون مجهد لازم تقف صح عشان تقدر تعوض حته الاجهاد، للاسف دي ما كانتش موجوده. اتمنى النهارده للتشكيل الموجود ولكل الافراد اللي موجوده وبالتحديد مؤمن زكريا لازم صحيح. يعني بالتحديد مؤمن لان هو يعتبر اكبر واحد موجود النهارده او اكثر خبره موجوده، هو صبر وهشام محمد بالتحديد مؤمن لازم يدوس شويه ولازم يعني يظهر بقى بمستوى احسن من كده. كذلك برضو صبر رحيل لان صبر بقى له فتره خد الماتش اللي فات ما كانش على المستوى المطلوب، اتمنى انه النهارده يعني يبقى احسن ان شاء الله. احسن ان شاء الله. طيب بلال سريعا كده، عندي احمد علاء اول مواجهه ليه مع النادي الاهلي، اول مره يلعب مع النادي الاهلي بشكل رسمي، محمد شريف اول مره اساسي تمام،
احمد حمدي بياخد على فترات بعيده بس راجع من فتره طويله، احمد ياسر ريان اول مره السنه دي برضو اساسي، كريم نيدفيد اساسي، كل دي ادوار. لكن انا بتكلم على او كل دول مثلا يتعاملوا معاه وهي فرصه واتكلمنا في الموضوع ده كتير، لكن انا هتكلم على احمد علاء. تمام، انت ممكن تقول له ايه؟ واحمد حمدي تحديدا واحمد ياسر ريان انت ممكن تقول لهم لا انا عايز اقول بس الروح القتاليه والتركيز، التركيز مهم جدا النهارده في ماتش زي كده، روحك القتاليه مهمه جدا في ماتش زي كده. انت في بعض المباريات انت مش ما بتبقاش محتاج اكتر، انت بتلعب انت النادي الاهلي وبتلعب قدام نادي الترسانه، اختبار مش كبير بالنسبه لك، محتاج فيها حاجتين مهمين جدا، انت يبقى عندك روح عاليه جدا داخل المباراه مقياسا بروح النادي الاهلي اللي انت بتلعب اللي انت بتنتمي اليه. الحاجه الثانيه تركيزك طول المباراه مهم جدا جدا، حتى وان كان الخصم اللي قدامك مش الخصم الكبير جدا، يعني احنا بنتكلم فنيا النادي الاهلي اعلى بكتير جدا، حتى بالاسماء اللي موجوده قدامنا على التشكيل دي كلها اسماء عندها خبرات كبيره جدا ولعبت ماتشات كتير. فانت النهارده احمد علاء، محمد شريف، احمد حمدي، الثلاثه اللي موجودين او احمد علاء استثناء عشان دي اول مباراه يلعبها مع النادي الاهلي، يمكن اول دقائق كمان يلعبها مع النادي الاهلي، مطلوب منه اكيد هو اتمرن كتير جدا فاوريدي كمان عنده انسجام داخل مع اللعيبه اللي موجوده معاه. فالنهارده مطلوب منه حاجتين، الاولى انه النهارده ما يبقاش اندفاعي بشكل كبير ولكن تبقى روحه عاليه بشكل كبير جدا. تنظيم التركيز النهارده في المباراه طوال 90 دقيقه مهم جدا جدا جدا، بتلعب في مركز حساس جدا بالنسبه لك، الخطا فيه غير وارد على الاطلاق، عشان كده بنقول لك ان التركيز مهم جدا ومطلوب طول 90 دقيقه في المكان ده. ممكن يختلف الامر شويه بالنسبه لمحمد شريف او بالنسبه لاحمد حمدي، ممكن يخرج في بعض الاوقات بتخرج عن تركيزك شويه، لكن البوزيشن بتاع الفول باك او الستوبر او اللعيب اللي بيلعب في خط الدفاع ده مهم جدا ان ما يفقدش تركيزه طول 90 دقيقه. النهارده ممكن تبقى مباراه بالنسبه له هو مباراه المعرفه بالنسبه للجمهور، احيانا الجمهور بينتظر ان هو يتعرف على لعيبه في الماتشات اللي زي كده، فمهم جدا انك تعرف الجمهور عليك وعلى ادائك في ماتش مهم زي كده يعني. اوكي، التوجيه كمان مهم جدا في الماتشات اللي زي كده، صبر رحيل المهم ان هو يواجه اللعيبه اللي معاه كلها سواء كان احمد علاء ولا الجزار ولا اكرم توفيق، مهم كمان هشام محمد ان هو يواجه اللعيبه اللي قدامه سواء احمد حمدي ولا محمد شريف او احمد ياسر ريان، مؤمن زكريا كمان مهم جدا التوجيه، الكلام في الكوره داخل الملعب بيبقى مهم جدا خصوصا للاصحاب الخبرات اللي موجوده او الاسماء اللي موجوده، اللعيبه نزلت الملعب خلاص هنا وهنا، كابتن ابراهيم، كابتن حشيش، كابتن بلال، هنتفرج على اللقاء وبعد اللقاء ترجعوا لنا من جديد. لكن انا شايف الحكام محمود عاشور وتامر رشاد ومحمود رضا وسيد عبيد رباعي، يعني هل في حاجه خامس النهارده؟ يعني امبارح برضو النشره اللي نازله او المعلومه اللي نازله من خلال اتحاد الكوره ان هم الرباعي موجود، ده الحكم الخامس موجود النهارده ولا لا؟ وهل الاسم فعلا يعني هيبقى حكم خامس ولا كاس مصر هيبقى زي الاول ثلاثه بس موجودين في الملعب وحكم رابع؟ مش عارف، هنشوف المعلومه ديت هتوصل لحد فين وهل هي فعلا موجوده في استاد السلام كحكم خامس ولا لا من خلال متابعتنا للقاء. اوعى تروحوا في اي مكان تاني بعد اللقاء، ترجعوا لنا في ملعب الاهلي، كابتن ابراهيم وكابتن حشيش وكابتن احمد بلال.